الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب حول أزمة سوريا بدأ ببحث تجميد عضويتها في الجامعة العربية، لكنه انتهى إلى تشكيل لجنة وزارية عربية برئاسة قطر للاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والتحضير لمؤتمر حوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية يجمع الحكومة السورية وأطراف المعارضة خلال 15 يوما. تجميد العضوية معناها أن تقطع العلاقة بين الجامعة وبين الحكومة السورية، وهذا غير مطلوب. المطلوب هو وضع كل وزن مجلس وزراء الجامعة العربية في سبيل الوصول إلى حل يضمن وقف حقن الدماء ويضمن تحقيق الإصلاحات المطلوبة التي يطالب بها الشعب السوري. أما رئيس الوفد السوري فوصف الاجتماع بالغريب والمريب في توقيته. كنا نعتقد في سوريا بأن النشاط الإجرامي لهذه الجماعات المسلحة لا بد أن يخلق رد فعل متوازن لدى الأشقاء العرب يدفعهم لإدانة استهداف الجيش العربي السوري، بل وكنا نعتقد أن يدين العرب على الأقل الاعتداء على السفارات السورية في الخارج. ونقول بكل أسف أن الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي مرتبطون ماليا ولوجستيا بأطراف في دول عربية شقيقة لن نسميها الآن. وعلى وقع هتافات منددة بهما من الجالية السورية خارج الجامعة، شدد الأمين العام للجامعة العربية والشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء ووزير خارجية قطر على ضرورة حل الأزمة السورية في إطار عربي ورفض أي تدخل أجنبي فيها. نريد أن نتعلم كيف أن نضغط على أخونا العربي لوضع حل عربي، لأنه إذا جبنا حل أجنبي قلت جابوا حل أجنبي، وإذا جبنا حل عربي قلت تباطأتم. فللأسف هذا هو الوضع وهناك معالجة له. قرارات الوزراء العرب مثلت صدمة شديدة لعشرات السوريين الذين تظاهروا خارج الجامعة العربية منددين بما اعتبروه موقفا عربيا متخاذلا تجاه نظام بشار الأسد المستمر في قتل شعبه دون رادع. قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب أقل ما توصف بأنها جاءت دون المستوى ومخيبة للآمال، لدرجة التساؤل لماذا عقد اجتماع طارئ من الأصل. أما رد فعل الجالية السورية فجاء فوريا بهتافات منددة بالجامعة وبأمينها العام وبالموقف العربي المتخاذل. هشام مهران، MTV، القاهرة.